السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين. في الحقيقة عندما يبتدئ أي شخص كلامه بالحقيقة اعرف أن كل ما تبقى هو كذب. على له فحقيقة يعني هناك العديد من الأجهزة التي يعني نشاهدها في الانترنت في الأفلام عفوا فهناك العديد من الأجهزة التي كنت أشاهدها فقط في الأفلام، مثلا فيلم ميسيون امبوسيبل، أفلام جيمس بوند، لم أكن أعتقد في يوم من الأيام أنني سأحصل عليها، مثل هذه الساعة، مثل العديد من الأغراض التي شاركتكم فيها خلال من خلال قناتي على المحترف. واليوم أشارككم كذلك جهاز غريب، يعني كل من شاهد ميسيون امبوسيبل سبق له هو شاهد هذا الجهاز، هو عبارة عن إنسكوب. هل سبق لك ورأيت ذلك تلك الشخصية البطولية التي تثقب ثقبا في الحائط وتدخل كاميرا لكي تتجسس على ما داخل الغرفة؟ إذن هذا هو الجهاز الذي يعني يقوم بهذا الغرض. فهي عبارة عن كاميرا رقيقة جدا، صغيرة جدا، يمكنك تمريرها عبر العديد من الأشياء كتجربة شخصية، نوعا ما هي حمقاء ولكن على العموم تبقى تجربة. فأنا قمت بتمرير هذا الجهاز عبر حنجرتي، فضول، أريد أن أرى ما داخل الحنجرة. فكما تشاهدون في هذا المقتطف تشاهدون نوعا ما الحنجرة الذهبية وكذلك بعض يعني الأعضاء التي تظهر في هذه الشاشة. مررت كذلك عبر الأضراس لكي أشاهد حالة ضرسي، فكما تشاهدون حالة كارثية، ولكن على العموم يعني تفاجأت مثلي مثلكم. كنت أرى فقط الواجهة الأمامية تلمع بالبياض، ولكن على العموم فكما قلت لكم يعني هو جهاز يمكن أن يستخدم في العديد من الأغراض. فكذلك قمت بتمريره في لا أعرف ما يسمى باللغة العربية يعني لافابو، يعني قمت بإدخاله في ذلك ما يسمى بلغة الدرجة القدوس. وكما تشاهدون يعني نوعا ما الأماكن أو يعني فضول، أريد أن أرى ما داخل القدوس إلى غير ذلك. يعني جربته مع السيارة، جربته وبالفعل فهو جهاز مهم جدا، لأننا مثلا يمكن أن يعني أغراضك أو في بعض الأحيان قد تفقد أغراضك تحت الفراش أو شيء كهذا، فهذا الجهاز سيمكنك من رؤية المكان كان سواء حتى إذا كان مظلم يمكنك أن تراه بشكل واضح. طبعا ثمن هذا الجهاز ثمن معقول، $17 $17.88. طبعا هذا أخذته من بانجود و ثمنه يعني متر ب $17.88. يمكنك كذلك أن تختار 3 متر يعني أطول من هذا الخيط، طبعا الكفاءة تبقى هي لا مشكلة. ويمكنك بطبيعة الحال إما أن تشتري من بانجود، يمكنك أن تجده كذلك على إي باي، وعلى العموم تجدون الروابط يعني مع هذا الفيديو. إذن هذه نوعا ما هي تجربتي. بطبيعة الحال طريقة استخدام هذا الإنسكوب هي بسيطة جدا، تقوم فقط بإدخال الإنسكوب على الهاتف بهذا الشكل، وبطبيعة الحال ستحمل البرنامج، طبعا ستجد البرنامج مرافق لهذا الإنسكوب وهو تطبيق على الأندرويد، تقوم بتثبيته على الهاتف وتشرع باستخدام الإنسكوب على هذا الشكل كما تشاهدون في الشاشة. يعني على هذا الشكل طبعا الإضاءة تتحكم فيها دائما من خلال قطعة موجودة هنا. يمكنك كذلك التسجيل كما تشاهدون، أنا أقوم بإخفاء الإضاءة زيادة حدتها انطلاقا من هذه القطعة الموجودة هنا فقط. إذن هذا كل ما في الأمر، أتمنى سبقا أن يكون قد أعجبكم هذا الجهاز، وإذا أعجبك رجاء لا تبخل علي بأرائك كذلك. إذا كانت لديك أي أسئلة حوله كذلك فلا تتردد في طرحها، سأكون سعيد جدا بأن أشارككم تفاصيل أكثر عن تجربتي مع هذا الجهاز. غير ذلك أضرب لكم موعد دائما في حلقة أخرى بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. السلام عليكم.